إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، استمعنا إلى آيات بينات كريمات من قارئنا الكريم حفظه الله تعالى. تحدث الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم في خبره عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله عز وجل الحرام. ذكر الله عز وجل طرفا عن هذا الحديث، ونحن نقف من قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يا محمد يعرفون أنك حق وأنك رسول من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل أرسلك إلى الأولين والآخرين مبشرا ونذيرا. هم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، كما أن الواحد منهم يعني لا يتخلف أو لا يعني يضيع منه ولده ولا يشتبه عليه ولده وهو بين مئة أو آلاف من الرجال. فهم بالضبط كذلك يعرفونك حق المعرفة أنك رسول من عنده سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الحقيقة أن الله عز وجل قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. في فريق منهم اعتادوا على الكذب، اعتادوا على الضلال، اعتادوا على أن يخفوا الحقيقة يا محمد، وهم يعلمون هذه الحقيقة. الحق من ربك، لا تلتفت إليهم ولا تركن إلى قولهم، فقولهم باطل وضلال، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنك رسول من عند الله عز وجل. فالحق الحقيقي الذي لا مرية فيه ولا خفاء من ربك، من إلهك يا محمد. فلا تكونن من الممترين، والامتراء هو الشك، فلا تكونن من الشاكين فيما جاء من عند الله عز وجل وفي أمر الله عز وجل، بل إن ما جاء من الله عز وجل هو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، لكل أهل ملة ودين وشريعة قبلة يتوجهون إليها في عبادتهم، كما أنك تتوجه إلى بيتنا الحرام، فكذلك كل ملة وكل نحلة وكل ديانة تتوجه إلى قبلة فرضها الله عز وجل عليهم وشرعها الله عز وجل لهم. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. لم يأمرنا الله عز وجل بفعل الخيرات وفقط، بل أمرنا بأن نسارع إلى الخيرات، بل أمرنا بأن نتسابق إلى الخيرات. من نافسك في دينك فنافسه، كما قال الحسن البصري، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. فالله عز وجل يرشدنا ويأمرنا أن نتسابق في فعل الخيرات وأن نسرع في فعل الطاعات، فاستبقوا الخيرات. وبعض المفسرون قالوا إن الخيرات المقصود منها هنا الذهاب إلى الصلوات في بيوت الله عز وجل. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لو توجهتم إلى بيت المقدس أو إلى بيت الله الحرام أو إلى المشرق أو إلى المغرب، فإن الله سيجمعكم جميعا ليوم لا ريب فيه، تقابلون فيه الملك سبحانه وتعالى، يحاسبكم على الصغير والكبير والحقير والقطمير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن أقدر من الله، ومن أقدر من الملك سبحانه وتعالى؟ قوة وقدرة مطلقة بلا حدود منه سبحانه وتعالى. ثم قال الله لنبيه مؤكدا على معنى استقباله لبيته الحرام: ومن حيث خرجت، أي يا محمد خارج مكة أو المدينة في أسفارك لتجارة أو لسفر أو لجهاد أو لغزو أو لغيره، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاه بيتنا الحرام داخل مكة وخارجها، داخل المدينة وخارجها. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا الأمر هو الحق الواضح الذي لا خفاء فيه من الله عز وجل. وما الله بغافل عما تعملون، لا يغفل عنكم وعن أعمالكم، بل هو سميع بصير قريب مطلع عليكم. ثم قال تعالى مؤكدا المعنى مرة ثالثة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم، خطاب لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام.
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم إلا الذين ظلموا منهم. فالله عز وجل دل النبي وأمر النبي بأن يستقبل القبلة بيته الحرام سبحانه وتعالى، لأن أهل الكتاب كانوا يقرؤون في كتبهم أن النبي سيصلي إلى بيته الحرام، فلو استمر صلاة النبي أو استمرت صلاة النبي إلى بيت المقدس لكان هذا تكذيبا لما وجدوه في كتبهم، ولكن الله عز وجل بيّن الحقيقة وأمر نبيه أن يستقبل بيته الحرام ليكون موافقا لما قرأوه في كتبهم. إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين يخفون الحق. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، لا تخافون الناس، لا ترعبون من الناس، لا تجعلون للناس أي شأن وأي أمر، لأن الله عز وجل هو الذي يرضى ويغضب، هو الذي يسخط ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. قالت رابعة: فليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. فالإنسان لا يلقي بالا بالناس سواء رضوا أم سخطوا طالما أنه يعمل لله سبحانه وتعالى. فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم كما أتممت عليكم نعمة القبلة، فإن نعمي مترادفة لا تنقص، ولأتم نعمتي عليكم. أريد منكم مزيدا من الشكر على هذه النعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني هذه النعمة نعمة توجهكم إلى بيتي الحرام إلى القبلة، كذلك كان هناك نعمة من قبلها، وهو أن الله عز وجل أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم من الأخلاق الرديئة، ويعلمكم الأخلاق الفاضلة، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم عظيمة مترادفة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة المصطفى، تستوجب منا شكرها وأن نتعبد لله عز وجل بها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.